صندوق الاخبار. السلام عليكم ورحمه الله. ترتيب ديال الصفوف الثمانيه ان شاء الله الرحمن الرحيم لمن غادي تشكل الحكومه، وفي المرتبه الاولى وطبيعه الحال التجمع الوطني للاحرار بجوج المقاعد برئاسه عزيز اخنوش، المرتبه الثانيه الاسرى المعاصره امين العام ديال هو السي وهبي 87 المقعد، المرتبه الثالثه حزب الاستقلال 81 مقعد عفوا نزار بركه، المقعد الرابع الاتحاد الشراكي 34 مقعد سيدي ريس الشقر، المقعد الخامس او المرتبه الخامسه الحركه الشعبيه ب 28 مقعد سي محمد العنصار، المرتبه السادسه التقدم الاشتراكيه 22 مقعد سي نبيل بن عبد الله، المرتبه السابعه الاتحاد الدستوري سي سجيد ب 18 مقعد، والمرتبة 18 مقعد. نتمنوا الخير للبلاد، نتمنى الحكومة تكون عند حسن الظن الشعب ديالها، وراه الأغلبية ديال الشباب راه مشاو صوتوا على العموم. نتمنوا الخير للبلاد وهنيئا للناس اللي فازت، ولكن نتمنوا الخير لقدام ونتمنى الوضعية تحسن أكثر وأكثر. على العموم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.